مرحبا بكم مشاهدينا. كل اسبوع كيكون حدث توب واخر فلوب. في هذه الحلقه الزياره التاريخيه اللي قام بها رئيس الحكومه الاسبانيه للمملكه هي الحدث اللي خطف الانظار بدون منازع. في اطار مرحله جديده من العلاقات المغربيه الاسبانيه، حل بيدرو سانشيز بالمملكه مرفوق بوزير الخارجيه خوسيه مانويل الباريز، وحضاو المسؤولين باستقبال من طرف الملك محمد السادس، كما انهم جراو مباحثات مع مسؤولين حكوميين مغاربه. المباحثات تناولت تعزيز التعاون في مجالات متعدده، كما انها توجت بالاتفاق على وضع خارطه طريق دائمه وطموحه بين البلدين. وفي خضم هذه الزيارة التاريخية استطعت صورة مائدة الإفطار اللي أقامها الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد من أنها تكون صورة الحدث والبارزة، إضافة لأنها وثقت لمحطة تاريخية في علاقات الرباط ومدريد. فهذه الصورة حملت دلالات قوية وعميقة، أبرزها عراقة المملكة المغربية وكذلك كون المغرب وإسبانيا كيوضعوا اليد في اليد من أجل المضي قدما نحو المستقبل. أما الفلوب فهي إطلالة نفس الوجوه الفنية على التلفزيون المغربي خلال شهر رمضان الكريم. منذ أول أيام هذا الشهر وضمن برمجة متنوعة اعتمدتها مختلف القنوات التلفزيونية المغربية، ظهرت في الإنتاجات سواء الكوميدية أو الدرامية نفس الوجوه اللي حضرت في المواسم السابقة. خلال السيتكومات والمسلسلات اللي كتعرض في فترة الذروة غابت أسماء فنية عندها بصمتها ووزنها في الساحة الفنية المغربية. هذا الأمر جر انتقادات لادعة على المنتجين وكذلك على المسؤولين في القنوات التلفزيونية المغربية، وفتح نقاش على منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة الإنتاجات. هذه السنة ما كاينش فرق كثير بين السنة الفارطة، تنشوفوا نوعية البرامج لأنها تتكرر كل سنة نفس المواضيع نفس الوجوه، ما كاينش وجوه جديدة. البرامج تلعب بقا تعاود نفس الحاجة أختي، أنا ما كنسيبورتي حتى ديال البلاد، كنتفرج في داكشي برا ولا يوتيوب. أما شريحة من المواطنين فاختارت أنها تبعد على هذا النقاش وتناول وجبة الإفطار بدون تلفزيون. حلقتنا انتهت، شكرا على المتابعة، إلى الملتقى.